هو تعريف الإرهاب يا أستاذ آشر؟ لا الارهاب، لا الارهاب دي بتقوم به حاجات كتيره داخل الشعب، في ارهاب في بعض الشعوب العربيه، في ارهاب حكومي تجاه شعبها، طيب، وفي الإرهاب هو استهداف المدنيين، هو إرهاب الناس، هو استخدام سلطة طبعا دينية وغيرها، ولكن باستمرار استخدام F-16 ومدافع وصواريخ لا هذا إرهاب طبعا، أكيد واضح هذا إرهاب. ولما يا سيد العزيز، يا سيد العزيز من فضلك، لابد الواحد يكون عادل في افكاره وترتيب افكاره. حماس اخذت 200 اسير وقتلت 1200 واحد اسرائيلي بدون سبب، بدون سبب. هذا ينظر اليه العالم. هو يعني الدولة الإسرائيلية لم تدخل حماس أو غزة فور ناثينغ، لا، ما هم اللي ابتدوا، هم أغبياء، هم الحماس أغبياء، لم يفكروا ما هي الكونسيكونسز للأعمال اللي بيقوموا بيها، كل ما حركات فكروش. المقاومة لا تفكر بالتبعات من الثورة الفرنسية والروسية وكلها، كلها كل حركات المقاومة والتحرر في العالم لا تتحدث عن ماذا سيحدث، هم ذاهبين استشهاديين أو ذاهبين لتحرير أراضيهم. وهل هذا ينطبق في العالم اليوم؟ لماذا لا ينطبق؟ لماذا العالم اليوم يدعم أوكرانيا ولا يدعم غزة مثلا؟ لا ينطبق، لأن أنت برافو، السؤال بتاعك هو الإجابة المضبوطة. كيف يعني ذلك؟ سؤالك يحمل الإجابة ليه؟ لأن لو هذا حصل ممكن تشاينا تاخد تايوان بكرة مثلا. ما حصلش. أو مثلا ولكن روسيا، أمريكا مستعدة إلى أن تزور إسرائيل بوزير خارجيتها وببايدن شخصيا الذي يقول سأذهب، وحتى بيلوسي ذهبت إلى تايوان من أجل دعمها أمام الإرهاب الصيني بين قوسين حسب وجهة النظر الأمريكية، ولكن لا بايدن ولا أمريكا ولا الغرب مستعد للذهاب على الأقل وإدخال مساعدات إلى غزة، إلى المدنيين في غزة. لأن المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات لم تنفق على اللوبيست في الشعب الأمريكي، عشان يقول للشعب الأمريكي اليهود على خطأ. الشعب الأمريكي مؤمن، يعني حوالي 320 مليون أمريكاني، 80% مؤمنين أن اليهود بيرجعوا إلى أراضيهم اللي هي كام، اللي هي كينج ديفيد وكينج سوليمان طيب لاند، زي ما قال وزير الخارجيه الامريكي، قال لك I'm glad to be here because that's my grandfather's land. فانت لابد تغير الفكر يا سيد العزيز.